أعلن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري أن وزارة الإعلام ستطلق قريبا استراتيجيتها للأعوام الخمسة المقبلة، والتي من شأنها توظيف الموارد البشرية التي تعمل بالوزارة لا سيما الشبابية منها لإرساء إعلام مستدام ورائد في صناعة المحتوى يوصل قيم المجتمع وهويته وعقيدته الإسلامية الوسطية. وقال الوزير المطيري لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن الاستراتيجية تأتي بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير الإعلام الرسمي في البلاد وتمكين الشباب الكويتيين في شتى المجالات، لا سيما أنهم سيكونون العنصر الأهم الذي يقود تنفيذ هذه الاستراتيجية الواعدة. وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على أن يكون الإعلام الرسمي للدولة عابرا للحدود متسلحا بالوعي والحرية ويتسم بتعددية الآراء، كما سيولي اهتماما أكبر بالثقافة والفنون والتراث الكويتي والعربي والإسلامي والإنساني. وأوضح أن الاستراتيجية ستسعى إلى خلق قيادات أعلامية شبابية مميزة تملك رؤية واضحة بقدرة الإعلام الكويتي الرسمي على تبني خطاب إعلامي يواكب نهضة الدولة ويحافظ على الهوية الوطنية للمجتمع وتنوعه وإعلاء قيمه الاجتماعية، وينتهج من الدراسات والأبحاث العلمية أساساً ويشجع على الإبداع والتنافسية.